ما دام ان دجلة تجري لا يخشى العراقيون على جغرافية عاصمتهم، وهي تنشطر الى نصفين بفعل جريان نهر يرتدي ثوبا تاريخيا اكثر من اي صفة اخرى تزينه. يدفع البعض والبعض كثرة بطبيعة الحال الى ما يصطلحون عليه ازمة، والكلمة في فمهم سهلة، يبعث ذلك نوعا من الاستنفار عند الحكومة، فيظهر رئيسها دافعا بيده خطرا روج له الاعلام لمختلف الغايات. موضوع شحة المياه ليس فقط حصرا على العراق، بل تعرض الى دول عديدة في المنطقة بسبب قلة المياه خلال موسم الشتاء الحالي وقلة الثلوج من احواض النهر. يعني تعرفون الانهر تأتي احواضها من الثلوج المتراكمة على الجبال، وهذه السنة فيها تأخر للثلوج، وهناك شحة عامة مجلس الوزراء ناقش بتفصيل، وهناك عدة إجراءات حكومية لمعالجة هذا الجانب المهم الخطير، وجزء منها يتفاوض مع هذه الدول فيما يتعلق بسدودها والإطلاقات المائية إلى العراق، وهناك تفاوض حاد في هذا الموضوع. البداية كانت من بغداد، صحيح أن النهر لا ينبع من هنا، لكن ارتباط العاصمة به وثيق كارتباط طفل بأم. ومنها ظهر الوزير ايضا دحض اقوالا وتصريحات وما قيل عنه انه حقائق، وبين ما كان عنه البعض غافلا. اننا نجد في تدهور بيئة الدلتا العراقية عند ثغر الخليج والممر المائي الشهير المعروف بشط العرب، الموضع التاريخي لاسطورة السندباد البحري وجنة عدن في الكتب والاديان المقدسة، مثالا صارخا على التحول القسري من نظام ايكولوجي للمياه العذبة غني بالتنوع الاحيائي ومتميز بخصوبة الارض وبغابات كثيفة لاشجار النخيل، الى بيئة للمياه المالحة نتيجة لزحف مياه البحر بسبب انحسار الايرادات المائية العذبة القادمة من مجاري الانهار التي تصب فيه منذ القدم، وينهار دجلة والفرات والكرخة والكارون. ولا شك فإن نفس المخاطر تتهدد دلتا النيل وأحواض الأنهار في المنطقة مما يهدد بدفع الملايين تحت خط الفقر وتجبرهم على النزوح. قللت التصريحات الحكومية من مخاوف العراقيين عموما والبغداديين على وجه التحديد، بعثت في نفوسهم نوعا من الطمأنينة على الرغم من كمية اخبار وتغطيات تلفزيونية حملت في طياتها استهدافا مبطنا لوزارة الموارد المائية تارة، وطعنا في جهودها وهي تردم هوة كونها الجفاف الصيفي. والجارة تركيا التي شغلت سد اليسو المقام على اراضيها تارة اخرى، مضت انقرة فيما يعرف بالحرب المائية لاسباب مختلفة، تعذرت بذلك بانها اعطت فرصة للعراق من اجل التحرز ليوم مثل هذا، سرعان ما ردت بغداد بان الاتفاق معها لم يكن كذلك، وان العمل بالسد ابتدأ قبل الوقت المحدد لها بكثير. ردعت تركيا عراقيا رغم وجود قرارات دولية ملزمة بما فيها دخول الاهوار الى لائحة التراث العالمي معتمدة على دجلة في مياهها. انا ارحب باي شكوى وباي اجراء وبكل شيء اذا كان يشير الى خلل باجراءات الوزارة. اذا واحد يثبت ان هذا القرار من قرارات الوزارة خاطئ اهلا وسهلا وبشكل علن، ولكن ان يفرض على مدراء الري او على وزير الري او على وزارة الموارد المائية قرارات معينة بها أبعاد بعيدة عن الفنيات وبعيدة عن هذا لأسباب بها، هذا احنا نرفض رفض قاطع. أنا أقول أمام الجميع نرفض رفض قاطع، وبسبب هذا يتحمل كثير من زملائنا كثير من الضغوط. نرجو أن يفهم دور وزارتنا. لم تكن المشكلة في بغداد وحدها، بل طمأنة الشارع الملتهب أو المتأثر بما يسمعه في الإعلام الذي جعله ناقما على كل من يعتقد انهم اطراف في ازمة غير موجودة في الاصل والاساس. كانت مهمة تسير بجانب استحصال الحقوق والحفاظ عليها في معركة لا تخلو من الابتزاز والمساومة، وان كانت تخفت احيانا
وتنشط أحيانا أخرى. عن جيران العراق يدور الكلام، يندفع جمهور محافظات وسطى وجنوبية تشق دجلة طريقها فيها نحو أقصى العراق، متحدثين عن حاجة مائية تتفاقم ومواش تنفق وأراض زراعية اكتست جرادية صحراوية، والأهم من هذا الموت عطشا. وزارة الموارد المائية اتخذت عدة إجراءات من وقت مبكر في موضوع معالجة الشحة وتوضيح دور ومهام الجميع في تحمل هذه المسؤولية، وبالنتيجة كان هناك توجيه من دولة رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة متعددة الأطراف في شهر تشرين الأول من عام 2017، وبالفعل شكلت هذه اللجنة برئاسة معالي السيد وزير الموارد المائية وعضوية مجموعة من الوزارات ذات العلاقة بالموضوع، وأيضا هنالك العديد من خلايا الأزمة اللي شكلت على مستوى المحافظات وعلى مستوى عمود دجلة والفرات. صورة بكامل براوزها رسمت سيناريو وهو الأسوأ بعد كم الحروب التي مروا بها وكذلك مناطقهم. فحجت طواقم وزارة الموارد المائية تسكت صيحة هنا وتلبي نداء هناك وتطمئن حشدا ناشد الماء في بقعة ما، بالتزامن ينخفض صوت الحديث عن الأمر وتنشغل وسائل الإعلام بأحاديث غيره، تعمل بقليل من الضجيج وكثير من الهمة، فتزار المحافظات تواليا ومعها تشاع رسائل تطمين: لا خوف عليكم، فما جرى ليس بفعل إخفاق حكومي، إنما حالة أقرب للتخاذل البشري آتيا من الخارج متواطئا معه، فصلا كان من المفترض أن يحمل معه سيولا جارفة، لكن حكمة الإله وتقصير البعض حالا دون تمتعكم بالمزيد من المياه التي كنتم عليها متعودين من قبل. احنا عندنا حوالي من 70 الى 75% استخدامات زراعية، استخدامات صناعية نفطية، ايضا استخدامات جريان البيئي، استخدامات البلدية، محطات الاسالة ومياه الشرب، وهي من اولويات الوزارة اللي اكدت على تأمينها، تأمين مياه الشرب وكذلك تأمين مياه البسن بحدود مليون دونم. موظفون بدرجات متفاوتة يزورون المحافظات تواليا، يعاينون واقعا مائيا ويضعون خططا لاستعادة عافية الأنهر إلى محافظة واسط كانت الوجهة هذه المرة. مياه راكدة ومضخات متوقفة عن العمل لا يخشى هؤلاء من تدفق المياه. يظهر أحدهم متكئا على إحدى الكتل في النهر الصغير، لا يعي كما تعي الجهات المسؤولة أن ما وصل إليه النهر لا يعود بالضرورة إلى إجراءات وزارية خاطئة، إنما بتجاوز البعض على الحصص المائية ونصب محركات ضخ تستقطع المياه دون ما رقيب. فرص صيد الأسماك هنا تبدو ضئيلة بوجه من كان يعتاش على ما يصطاده في أيام خلت. يبدو المكان مهجورا، هكذا يوحى لمن ينظر إليه. يعمل هذا الرجل وهو رئيس مهندسين أقدم وبصفته الآن مديرا للموارد المائية في محافظة واسط، يوغل في تنفيذ إجراءات حكومية مركزية ومحلية، منظومات ردع بوجه المتجاوزين، وطرائق متعددة وابتكارات وحلول لإعادة الروح لأنهر سلبت منها الحياة، فلتنجو محافظة واحدة على الأقل من موجة نقص المياه داخل الشوارع المارة بالقرب من الأنهر والمبازل والتي لا يسلكها إلا قلة أو الكثرة من الذين يريدون التلاعب والتحكم بالمياه بدون أعين تحاسبهم. ينتشر عسكر كلفوا بحماية المياه، هدف سام يراه من وافق على تلك المهمة. إنها الثروة التي تمس حياة الملايين في العراق باختلاف علاقاتهم بها، فلاحون ومزارعون وصيادو أسماك. المحافظة ذات الطابع الزراعي لا بد وأن الماء يشكل عصبا مهما لحياتها كما غيرها من المحافظات العراقية. يجري الماء هنا يبعث اطمئنانا في نفوس سكان منازل يتشاطرون الشقين في كل محافظة، وتتبعثر بيوتهم على ضفاف نهر خالد كما يصفونه في أحاديثهم الجانبية وتسامرهم الصيفي. على صحة البوابات يطمئنون، وزيارة إلى المواقع الميدانية ينفذون. خرير الماء يعطي انطباعا للناظر إليه
أن الأمور جيدة وفي طريقها للتحسن. بالكثير من الأسرار تحتفظ تلك الأقواس المائية، شاهدة على مواسم وصل فيها الماء إلى مستويات قياسية، وكذلك في ذاكرتها اللامرئية أحاديث عن انخفاض لمناسيب المياه لظروف وأسباب مختلفة. تتدفق المياه، كل المارين من جسر يسقف جزءا منها، لا بد وأن يلتفت أحدهم إليه، يحييه ويطمئن على حاله، يقيس بنظرة عابرة مستواه، ويستحمد الله على جريانه المستمر، يتابع دجلة مسيره نحو الجنوب معلنا عن نفسه ووجوده. إلى ميسان تابعنا رحلة ماء قطع أميالا وأميالا حتى الوجهة المطلوبة، شط العربي يستقر هناك في كبد البصرة، ويلتقي بالفرات القادم من غرب البلاد، النخيل المسمر على ضفافه، أنشئت علاقة ضاربة في القدم بينهما، يلاطفون النهر بالسباحة فيه، ترسم صورة كأنها لوحة تكرر رسمها من قبل، نهر يتوسط جرفين على الجانبين، خضار بفعل الزرع وكثرته. على ممر كونكريتي يقف معنيون بشؤون المياه، ينظرون التدفق الهادئ، يكررون اجراءات تبدو موحدة بدون اتفاق بين نظرائهم من محافظات اخرى. نوفر مياه الشرب للقرى والاسالات، وكذلك البساتين والخضر الصيفية المتعارف عليها وكميات قليلة. الغاية منه احنا ايصال المياه الى مؤخر سدة الكوت بالتصاريف المطلقة من الهيئة، وصولا الى على الغربي ثم العمارة ثم البصرة لغرض ايصالها للمياه. عافية مستعادة شيئا فشيئا، زوارق لم تزل تمارس هوايتها مع النهر، واشخاص لم تغيرهم الاحاديث عن الجفاف المائي من التمتع بمنظر المياه الاخاذ، وهم يمتطون زوارق صيد بطيئة. هكذا جبلوا وعلى هذا تعلموا، وبين جنبات احاديثهم اسم نهر لا يسقط كلما تحدثوا، وارتباط وثيق كعلاقة الاب بالبنين. مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان وبموجب توجيهات وزارة الموارد المائية والهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل حريصة كل الحرص وملتزمة بتأمين الإطلاقات الموصى بها والبالغة 75 متر مكعب بالثانية باتجاه محافظة البصرة لغرض إزالة اللسان الملحي. بالمناسبة المياه حاليا جيدة جدا، تستعمل بها الإسالات مال ماي بسهولة، وحاليا الفلاح يعني قبل السقي ما له شوية بصعوبة، هسه الحمد لله والشكر يعني حاليا الماء جيد جدا ومتوفر والسقاية ماشية والأمور ماشية والحمد لله والشكر. هنا غروب قرمزي للشمس ذا سحنة برتقالية، يرفع كفه اللامرئي ليحيي نهرا جرت عليه نائبات الدهر، وظل مستمرا بالانبعاث من مكامنه وينابيعه، يتوادعان كل ليلة، وكثيرا ما فعلوا وهم يوقنون تماما بأن عند بزوغ خيوط الفجر الأولى سيتجدد اللقاء. إنها علاقة لا يدرك البشر مدى تشابكها، فالطبيعة عندما تفرض نفسها يصبح لا مجال لأحد أن يغير وجهها أو يضيف على جماليتها ما يخربه.